مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، كل سنة طيبين. أرحب بكم مرة ثانية في أمسية جديدة ولقاء جديد من مزاج سوداني. ونحن اليوم في حضرة الوطن، ويعني كم يطيب الغناء في حضرة الوطن. نتمنى دائما أن يكون وطننا بخير، وإن شاء الله يا رب يعني ينعم بالسلام دائما وأبدا إن شاء الله وفي تقدم. أرحب مرة ثانية بضيوفي الأماجد، أستاذنا الدكتور أنس العاقب الموسيقار الكبير، والأستاذ العظيم والمفكر الجميل الأستاذ زبير سعيد. ومباشرة إلى الغناء الوطني، ونبتدر هذه الأمسية مع الفنان الجميل عبد الخالق عبد الله. Thank you.
أرضي
شكرا جزيلا الفنان الجميل عبد الخالق عبد الله على الاداء الرائع ده. وحقيقه ان نبدا نتكلم عن الوطن برومانسيه شويه كده. في قوالب التاليف الموسيقي يا دكتور انس في قالب اسمه السيرنادا او السيرنيد او السيرناتا كما يحلو لكثير من الناس. هذا القالب من التاليف هو يعني في البدايه اول ما اتعمل كان يعني معزوفه ليليه على شرف المحبوبه، بمعنى ان يتغنى او يعزف للمحبوبه. في تقدير انه عزف في هواك هي سيرنادة الفن السوداني. فيعني ده دليل على انه الغنى الوطني متأصل عندنا بمفاهيم او مفهومنا للوطن عموما متأصل عندنا بنوع من الرومانسيه والعاطفه الشديده. في تقديرك يا دكتور انس، رغم التنوع الثقافي الموجود الكبير الموجود في السودان، هل هنالك سمه عامه ممكن نوصف بها الاغنيه الوطنيه السودانيه؟ هل تمتاز به؟ هل في قاسم مشترك في الاغنيه الوطنيه السودانيه مع اختلاف الايقاعات والثقافات كله؟ انا دار اقول انه الغناء الشعبي دائما عنده فكره واحده. نعم. يعني اذا افترضنا انه الجمله كلها اللي بتتغنى هي بتتكرر ثاني. ده سمه من سمات واساسيات الغناء الشعبي. نعم. اذا نخفض شويه نقول طيب الاغنيه الحديثه، يعني كل المصطلحات دي كلها جديده، اخذت شنو من الغناء الشعبي عشان هي نفسها تتطور تمشي للاغنيه الوطنيه بشكل اكثر؟ يعني لم تقول اغنيه احمد المصطفى قربه يحنن وبعده يجنن، ممكن يا سعد قول دا 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 قربه يحنن وبعده يجنن، الهين ولين ودي وحنين شغل بالي. دي اغنيه مبنيه على هذا الطابع البسيط بيسموه شنو؟ القالب البسيط. بعد ذاك يقول نفسه هواه هوايا مناه شفايا شهور برآية حكايته حكاية شغل بالي، كلها كده. نعم. سموه بلين سونج، القالب الواحد. بعد ذاك جات جل 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 المديح وجات الحقيبة المثل بيقت أخذت شكل ثاني، مطلع كوبلي مطلع كوبلي مطلع كوبلي، سموه سنائي، ألف باء ألف باء ألف باء كده ماشي طوالي كده. فده الشكل اللي الحقنا السوداني. بعد ذلك جات الاغنيه اللي فيها اكثر من قالب وفيها حر وثلاثي وكده بتاع. فتجي تلقى في الحقيبه الاغنيه الوطنيه بدات تظهر في الثلاثينات كده مع الحس الوطني بعد هزيمه المهديه وقيام نظام جديد استعماري يعني. فحصلت له مقاومة يعني. فتيجي تلقى زنجار قال شنو؟ سوداني؟ سوداني الجو وجداني وشنو؟ نعم. سوداني الجو وجداني بريد، خلاص؟ صحيح. ده ألف. نعم. أجل ناداني وسماه دلاني، بدأ با. فبقى ألف با ألف با ألف با ذاك لحد الأخير. صحيح. مشت الحكاية كده لغاية ما المسألة بقت بعدين فيها ملحمة. أيوه. وفيها غناء كثير يحمل معاني كثيرة جدا جدا في 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 في, في الشكل ذاته، في يا 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 شكل بسيط بلين سونج أو ثنائي باينري أو راوند. نعم. هنا دائري. لا بتعمل معاني كثيره، نتركها لاستاذنا زبير. حنرجع لك بعدين في صناعه الاغنيه الوطنيه ذاتها، لكن نمشي لاستاذ زبير. وحقيقه الاغنيه الوطنيه يا استاذ زبير بتنشط في اوقات معينه عندنا في السودان. صحيح. يعني بتنشط، يعني بتنشط في اسباب سياسيه او يعني ظروف اقتصاديه معينه، او في الغالب يعني انا بقول وليس على الاطلاق. ماذا رايك او ماذا تقول في هذا الكلام؟ والله اخنا بامن على استاذنا نس كلامه، وبقول انه الغنى في مرحله ما قبل الاستغلال
الغناء الوطني في مرحلة ما قبل الاستغلال كان أكثر صدقاً، وكان أكثر قدرة على ملامسة عصب قضايا الجماهير. نعم. كان في شكله العام مطلبي لاستغلال السودان، غناء يمشي في السياق بما فيها عزة، مطالبة بأنه السودان ينال استغلاله. ما بعد الاستغلال تحول إلى غناء احتفالي، ما بين المطلبي وما بين الاحتفالي تشوهت الأغنية الوطنية. دخل الغناء للأنظمة إذا كانت شمولية أو ديمقراطية. نعم. للأسف الشديد هذا الشكل من الغناء خصم من الانتماء الوطني، لأنه أعلى قيمة الأنظمة على قيمة الوطن نفسه. صحيح. ومجد الأفراد على حساب المجتمعات وعلى حساب قيم المجتمعات نفسها. ودون مقاطعة يعني. نعم. بيقى الغناء انتهى بانتهاء ما جايك، لانه لا. لانه التفكير الشمولي وتفكير الانظمه هو تفكير بطبعه منقلق، يعني هو بيحبوا التمجيد وبيحبوا التضخيم الذات، عشان كده خلوا انه استدعاء الغناء الوطني ده يكون في مناسبات معينه حددوها هم ذاتهم. للاسف الشديد حتى في الاستغلال، حتى في الاحتفال بعياد الاستغلال اكثر من 67 سنه نحن بنستدعي الغناء القديم. صحيح. بنستدعي الغناء القديم، ما في غناء جديد معناها ما في إحساس جديد بهذا الاستغلال. فلذلك أنا بفتكر أنه الغناء الوطني في مأزق كبير جدا، والأزمة بتاعت الغناء الوطني بتنعكس مباشرة على أزمة الوجدان الوطني عموما. الآن الوجدان الوطني نفسه إذا كان أنت نلت استغلالك قبل أكثر من 60 سنة يفترض تمشي في السياق بتاعنك الوحدة الوطنية بمعناها الكبير اللي بيتناسب مع إنتاج غناء يمجد هذه الأمة وتمضي إلى الأمام. الآن حالة التراجع الحاصلة في الوجدان القومي الوطني المنعكسة في شكل الغناء المجد الأنظمة ومجد الشخصيات الدكتاتورية وغيرها والشخصيات القبلية على حساب الوجدان القومي بتدفع ثمن البلد الآن. أنا أفتكر أنه الأغنية الوطنية زي ما قلنا زمان أنها مرت بمراحل كثيرة جدا، اللي هي لو قفزنا من مرحلة الهدهدة والغناء الشعبي نكتشف أنه الأغنية الوطنية في ظهور الأول كانت وطنية خالصة السودان وبس. نعم. يعني ما ظهرت إلى الآن بوادر سياسية، فكان يقول لك مثلا وطن الجدود، أنا من درمان لأحمد مصطفى كده، يعني عثمان حسين. صحيح. يعني أغنيته المشهورة يعني يا حسين فديك بالروح يا موطني، يعني هنا كله كان للوطن. صحيح. في مرحلة الناس كانوا عايز ضد الاستعمار، فذا كانوا كلهم محاصرين نفسهم بالوطن يعني. صحيح. نعم ده كلام سليم. نحن حنرجع للنقطة دي، نسمع أغنية ونرجع نواصل في ذات المحور ونمشي لقدام شوية. جدا تفضل، حنسمع يعني الجميل عبد الحليم آدم.
طيب احنا بنشكر الفنان الجميل عبد الحليم آدم على الأداء الرفيع ده. الكلام اللي قلته في حلقة سابقة إنه خلتنا نحس بأنه السودان ده متفكك ثقافيا، معلش للقسوة دي يعني في وصف الحال، ولكن أنا بشعر، أنا كموسيقي بشعر بأن السودان متفكك ثقافيا في كثير من المناطق يعني. فلا بد من محاولات، واحدة من المحاولات اللي عايزة أشرككم فيها وأسمعكم لها التعامل مع لحن الخالد عزة في هواك. عزة في هواك في تقديري أنه من الأعمال العظيمة جدا جدا، ويكاد يكون أعظم عمل وراسخ في وجدان كل الشعب السوداني. لذلك أنا يعني أخذت بوابة للدخول إلى كثير من الثقافات المختلفة. فكده نسمع عزة بطريقة جديدة بفهم جديد على غير ما بيسمعوها الناس، نشوف عاملة كيف كده في إيقاعات مختلفة في تفاصيل مختلفة. طيب نحن حقيقة حاولنا في المعزوفات دي يا دكتور أنس ويا أستاذ زبير نعمل سياحة بلحن واحد قومي على إثنيات مختلفة. أفتكر إنه يعني هي فيها محاولة ليعني توحيد الوجدان بشكل في نوع من يعني التفاصيل الناعمة جدا والرومانسية جدا جدا. أفتكر إنه تجربة دي إذا ودير لها إنها تستمر لها قدام ممكن تكون ملمح جديد من ملامح التعاون مع الشأن الوطني فيما يتعلق بجمع الصفوف وتوحيد الوجدان السوداني، إن إحنا ممكن نتناول أو نتعامل مع الموروث بتاعنا الموجود أصلاً، نحومه نخليه حومي يا دكتور أنس. يعني ما أفتكر إنه بالرغم من قناعتي بأنه يعني الحاجة لما تدعمل على إيقاع معين بتفاصيل معينة أكيد عندها معاني مختلفة، لكن في تقديري إذا غيرنا شيء في بعض الموازين في بعض الأغنيات، وده يمكن رأي خاص يعني، لكن بفتكر إنه قد يؤدي إلى نتائج إيجابية. ما الموسيقى دي تجرب يعني، الفنون عموما هي تجرب يعني لازم تجرب. أنا قبل ما أسمع يعني رأيكم على تجربة أو أسمع مفاهيم خلونا نسمع أغنية، ويعني نرحب بالفنان رفيع أحمد عيسى. تفضل يا رفيع.
شكرا جزيلا للفنان الرائع رفيع احمد عيسى. ونرجع تاني، اي زول بيسمع الاغنيه دي هسه بيفتكر انه اغنيه بتاعت حب، بيفتكر انه اغنيه عاطفيه. يعني لو اي زول في العالم سمع الاغنيه دي ما بيفتكر انها اغنيه معموله للوطن، لان الغناء دائما الوطني في كل مكان في العالم فيه نوع من يعني فيه في الصناعه بتاعته يا دكتور انس فيها تفاصيل قوية جدا، زي لأنه الأعمال الوطنية هي أعمال يعني موضوعاتها محددة ودائما هي يعني فيها إظهار للقوة.
فيها إظهار لأشياء كثيرة جدا. على عكس الأغنية السودانية، إذا سألتني أنا عن نفسي بفتكر إنه واحدة من السمات العامة للأغنية الوطنية السودانية إنها متحررة من فكرة الغناء الوطني بالشكل الجادي، وتلونت في ألوان مختلفة. ماذا تقول يا دكتور أنس؟ وفي النهاية ما إبداع، إبداع شاعر، إبداع ملحن، أو إبداع مغني، أو إبداع الناس ذاتهم، البيئة اللي اتقبلت فيها القصيدة يعني. فأنا أفتكر إنه واحدة من السمات الحقيقية بتاعت الغناء الوطني بتاعنا إنه وصاف، نعم، يعني بيستطرد كده في عشان يأكد الحب، ولا أكد الالتزام والانتباه يعني. يعني يغني للني، يغني للزير، يغني للتراب، يغني للجروف، للطيور، للصفق، يعني داير يستغل اندغامه واندماجه في المجتمع ده عشان يحوله الى 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 عمل يشبع الاخرين ويعجبهم يعني. انا اضرب لك مثل بسيط كده. في برنامج في التلفزيون زمان لما انا كنت مدير المنوعات كان اسمه اصوات سودانيه. فكان في يوم ان حنسجل مع القبيلة الكارة في 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 غرب أم درمان، واستضافونا هناك وسجلنا لهم غناء ورقص، وكانوا جميلة جدا جدا. فجأة بعد أسبوعين جونا قالوا احنا عازمينكم. عازمينكم شو؟ قالوا عازمينكم احنا مش ضابحين وعملوا حاجات مختلفة جدا. قال ليه؟ قال الشيخ الزعيم هنا قال أكرموهم، لأنه أول نحن شفنا، أول مرة شفنا احنا في التلفزيون. يا سلام. القبيلة دي أول مرة نشوف نفسنا في التلفزيون، كرموهم الناس دين. فهي دي كده، دي واحدة الرسالة من الحاجات اللي تشوف نفسك يعني. نحن مشكلتنا إنه ما قاعد نسمع بعض، ما قاعد نشوف بعض. المركزية دي مرات هي زي ما دافع مبارح، هي أصلا بطبيعتها الناس كل السودان في البوتقة دي. كلام مظبوط، وإنك طوال بنفس الفهم حمشي لي أستاذ زبير بنفس الزاوية دي، لكن بزاوية مختلفة استنادا على الكلام اللي قاله دكتور أنس ده كله يعني. هل بتفتكر ان الاغنيه الوطنيه قدرنا نخدم بها قضايا ملموسه انت كمراقب يعني للحركه الفنيه؟ والله الاغنيه الوطنيه لعبت دور كبير جدا في خلقت حاله من الحوار اللي فيه توازن نفسي، واللي فيه احترام كبير جدا للاخر، واستعداد فطري لانه تتقبل الاخر. لانه نحن واحده من الحاجات اللي قاعدين نتفق عليها برغم التشظي الحاصل لنا هي انه بنتمحور وبنتلغي وبنتجمع حول غنانا الوطني. نعم. يعني لحد الان ما حصل لنا اختلاف حول غنانا الوطني. نعم. يعني ما حصل تصنيف سياسي حاد لغنانا الوطني، على الاقل ما انتج في فتره ما بعد الاستغلال. انا افتكر انه في يعني حد ادنى من الاتفاق حول الغناء الوطني في انه هو قدر يسوقنا في توحيد وجداننا في مرحله في مراحل مهمه جدا. لكن انا برضو اذا رجحت لاغنيه حالات بلدي عشان برضو الجيل الجديد ده برضو يفهم في تفاصيل الكلمات على وجه التحديد يعني. نعم. يعني لما نقول لما الحالات الساقية لما تدور، الساقية لما تدور تكب الموية، لما تدور ما لما تريد، تدور ما لما تريد. في العامية السودانية أدور أعمل كذي، أريد أن أفعل كذا، هنا ما المقصود كذا. لما تدور اي تدور القواديس بتاعت الساقيه. نعم. لما تدور دوران، حركه دوران القواديس هي التي تنقل المايه للحيضان وتروي الطين. برضو للتصحيح عشان اوريك انه الفنان سابق للسياسي في احساسه الوطني، في وعيه، في قدرته، في حسه. يعني الان حالاته فيها مليون ميل، ما الكلام ده سي محتاج لاعاده تصحيح يعني. صحيح. يعني الاغنيه ورطت السياسيين، ورطت السياسيين. عايز اختم اقول شنو يعني، انا لو عندي حق اطالب بالمشاركه في دستور السودان الجايده، المفروض هسي في حاله نخاط سياسي على اساس انه يتعمل دستور السودان مع الاتفاق السياسي، يتوضح شرط اساسي اي وزير ما حافظ اغنيه وطنيه ما يدق القسم ذاته. لانه من خلال نحن نجي لجنه انا ومعي الدكتور انس وبعض على الاقل، لانه ما قاعد ينزل، ما قاعد يسمعوا غناء سياسي، ما قاعدين يسمعوا الغناء الوطني. نعم. بالمناسبة قاعد يفتكروا نفسهم، فيهم واحدين كده بيفتكروا نفسهم هم أكبر من أنهم يتواضعوا عشان يسمعوا الكلام ما أقدر أكمل يعني. يا سلام. فيعني هم يسمعوا الغناء ده عشان يتأسوا به وعشان تحصل لهم حالة توازن. يا أخي انظروا للناس وللشعب وللبلد دي بشيء من التواضع
اللي بيستحقوه الناس يعني. يا سلام والله انت قلت كلام جميل جدا ويعني اوجزته. ونسمع اغنيه، نسمع اغنيه وطنيه ونرجع ثاني ونسمع مهند عبد الغفار، فنان جميل مهند. تفضل يا مهند. Oh,
شكرا جزيلا للفنان مهند عبد الغفار على هذا الاداء الجميل. يعني احنا بالاغنيه الوطنيه ممكن يعني نشكل اشكال كثيره جدا جدا من اشكال التاليف الموسيقي، ممكن نتعامل مع قوالب كثيره جدا جدا. وانا افتكر اغنيه زي نفديك بالروح حررت الاغنيه الوطنيه من كل التفاصيل اللي كان ذكرناها يعني. فماذا تقول ختاما في هذه النقطه؟ انا اقول في الختام اتمنى هذا الوطن على قدر ما غنينا له أن ينعم أول شيء بالسلام، نعم، وأن ينعم باتفاق، لأنه كل الغنى ده اللي تغنى للوطن هو دفعة عشان الوطن ده يمشي لقدام. نعم. ونحن للأسف ما مشينا قدام، رغم أنه الأشيدة اللي تقدمت بحياة شديد جدا، بعفوية شديدة جدا، بتركيز شديد جدا، عشان يعني تلهمنا بأنه نحن نحب هذا الوطن بوسائل عديدة. نحبه عشان يتقدم، نحبه عشان يعم السلام، نحبه عشان ينتج، نحبه عشان يكون منارة للعالم كله يعني. فالأناشيد اللي احنا سمعتها غريبة يعني، أن أغلبها هي أناشيد خمسينات، نعم، يعني لا تزال هي عايشة في وجداننا. صحيح. لأن ما 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 أدوها صفة حزبية ولا صفقة كاريزمية لغايد ولا لرئيس ولا بتاع. هنا كله مكرس للسودان. ده المفروض يحصل في إنه نحن نحفز حتى الجيل الجديد يعرف إنه السودان ده هو فوق كل شيء، فوق كل اعتبار، هو اللي يجب أن نغني له بكل الإيقاعات، بكل المغامات، بكل الأساليب الإبداعية في الشعر. نعم. وده البصل. وبعدين لاحظ إنه دائما أنا أشدي الحانة بسيطة. نعم نعم. ما معقدة. وذاك أي زول بيحفظها. بلادي أنا خلاص. صحيح. يعني أنت دخلت. فإن شاء الله يعني أنا سعيد جدا بأنه أكون شاركت في أيضا في هذه الحلقة، لأن فعلا هي واحدة من الحلقات افتكر انها هي عندها هدف. نعم صحيح. في انها توصل للناس بشكل جديد. حيلاحظوا الناس انه هذه الأنشيدة اللي تقدمت أنشيدة ما قاعد تتقدم. صحيح. لكن احنا حيناها من جديد. والله احنا نحييك يعني يا دكتور انس. انا شاكر يعني الواحد شاكر. شكرا لك جدا يعني. وشاكر لك يعني انا استاذ حضورك الجميل انت ويعني استاذ زبير سعيد. والكتيبة اللي معك. وكتيبة معايا الجميلين ناس الفنانين ديل حييهم كلهم. وكلمة أخيرة ختام أستاذ زبير. والله أخي أنا أتمنى إنه نحن نرتقي لمستوى إننا نستحق وطن بهذا الجمال. أفتكر إنك أنت أوجزتها، وتحية لكل الناس اللي شاركونا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكل المشاهدين اللي يعني صبروا علينا. أتمنى نكون كنا خفيفين عليكم. ونختم حلقتنا مع أمنياتنا بوطن يعني سليم ومعافى إن شاء الله. نختم مع الفنان الجميل أمير حلفة. أحب مكان وطني السودان، أعز مكان عندي.
حصان طير صواغ حرور جنان. أحب مكان وطني السودان. على أنساب الطين تخشى والأقمار حفت بسماء. الأنساب بالطيب تخشى والأقمار حفت بسماء. الأزهار تبصم ما هو فيها رقة وفيها حنان. أحب مكان وطني السودان. أعز مكان عند السودان. في إفريقيا وبسمة سعيدة.